دعا رئيس اللجنة العليا للإغاثة جمال بلفقيه إلى تحويل الأموال التي تخص المنظمات إلى البنك المركزي في عدن في ظل دعم وتأييد المنظمات الدولية والبنك الفيدرالي الأمريكي للتعامل معه. وشدد المسؤول الحكومي في تصريح اليوم الأحد على عدم اعتماد أي تحويلات مالية من وإلى صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية إلا بموافقة البنك بصفته البنك الشرعي الوحيد في البلاد. بلفقيه أكد في تصريح للشرق الأوسط أن نقل عمل المنظمات الدولية إلى المناطق المحررة وتغيير مسار العمل الإنساني ورفع الاحتياجات الحقيقية من أرض الواقع سيسهم في عودة الثقة بهذه المنظمات، وستتمكن من تحصيل الدعم والتمويل لبرامجها والحصول على التسهيلات من الحكومة وتحالف دعم الشرعية. ودخلت الحرب الاقتصادية بين الحكومة وميليشيا الحوثي منعطفات كبيرة في ظل القرارات الأخيرة التي أقرها البنك المركزي في عدن، ومن بينها إيقاف التعامل مع 6 بنوك رفضت تعليمات بنقل مراكزها الرئيسية في صنعاء. للحديث حول هذا الموضوع ينضم معنا الصحفي الاقتصادي الأستاذ وفيق صالح. أستاذ وفيق، أهلا وسهلا بك. إذن ليست هذه المرة الأولى التي تطلق الحكومة دعوات إلى المنظمات الدولية بتحويل أموالها إلى البنك المركزي في عدن، ولكن هنالك عدم تجاوب من هذه المنظمات، ما السبب برأيك؟ بداية تحية لك وللمشاهدين. أهلا بك سيدي. طبعا أنا أعتقد أن السبب يعود إلى أن الحكومة أو الوزراء الحكومة أعلم بالسنوات الماضية يطلقون التصريح ليطالبون المنظمات بتحويل أموالهم عبر مركزي عدن، ثم يذهبون بعيدا عن المتابعة والضغط بعيد والضغط على هذه المنظمات. وبالتالي ما يحدث الآن من استمرار المنظمات الدولية تحويل تكلفة المساعدات الإنسانية إلى اليمن عبر البنوك ومنشآت الصرافة بصنعاء هو يأتي أيضا نتيجة عدم المبالاة وعدم وجود أيضا ضغط حقيقي كما يجب من قبل الحكومة الشرعية من أجل متابعة إرسال هذه المبالغ الكبيرة عبر مركز عدن. نعم. وأكد لك إذا استطاعت الحكومة أن تجبر منظمات الأمم المتحدة التي لديها تحويلات بمبالغ ضخمة، إذا استطاعت أن تجبرها عبر التحويل عبر المركز اليمني في عدن، فستحل جزء كبير من إشكالية أزمة النقد الأجنبي في البلاد. نعم. لماذا؟ لأن البنك المركزي سيستفيد من هذه التحويلات من خلال تكوين احتياطي نقدي كبير وأخذ هذه الكميات لضخها. نعم. في الأسواق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وبالتالي هذا سيساعد على استقرار قيمة الريال اليمني. أما بهذه الطريقة المنشآت الصرافة والبنوك التي ما تزال في صنعاء والسوق المصرية في صنعاء بشكل عام الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي هي التي تستفيد من تحويلات المنظمات الدولية. نعم، هنالك من يفسر يعني هذا التعامل من قبل المنظمات الدولية مع ميليشيا الحوثي ومع البنك المركزي في صنعاء بأنه تواطؤ مع ميليشيا الحوثي، يعني هل هذا التفسير منطقي أم هو يعني مبالغة؟ أنا أعتقد أن المنظمات الدولية هي تتذرع بالجانب الإنساني، لأن تقول أن جزء كبير من تدخلاتها الإنسانية وبرامج الإغاثة هي في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، وبالتالي تحويل الأموال إلى منشآت الصرافة والقطاع المصرفي الخاضع لسيطرة الحوثيين. تقول هذه المنظمات أن هذا يسهل عملية المساعدات الإنسانية ويسهل الأعمال. نعم. في تلك المناطق. الجانب الآخر أيضا أن الغياب المتابعة من قبل الأمم المتحدة وأيضا من قبل
الحكومة الشرعية. إذا كان هناك ضغط حقيقي مثل ما أسلفت معك، فستكون هذه التحويلات الكبيرة عبر مركز عدن، وبالتالي سيستفيد الجميع، سيحدث هناك استقرار في السوق النقدية بشكل كبير. نعم، يعني هل هنالك من أرقام يعني تقريبية لحجم هذه الأموال يعني التي تضخها المنظمات إلى البنك المركزي في صنعاء؟ في الحقيقة ليس هناك أرقام دقيقة، لكن عندما نحن نتابع حجم تعهدات تمويل المانحين الدوليين سنويا للمنظمات الدولية ولدعم خطط الاستجابة الإنسانية في اليمن، نجد أنها مبالغ كبيرة جدا بشكل سنوي، هي لا تقل عن مليار دولار، وخلال السنوات الحرب الأولى من الحرب وصلت إلى أكثر من 2 مليار دولار. وبالتالي هذه المبالغ ربما تحول جزء كبير منها، يتم تحويل قيمة المساعدات الإنسانية إلى القطاع المصرفي الخاضع لسيطرة الحوثيين. هي أرقام كبيرة جدا، ويمكن أن تساعد في تحقيق الاستقرار السوق النقدية وتحقيق التوازن أيضا بين العرض والطلب، والعمل على تحسين قيمة الريال اليمني. نعم، شكرا لك الصحفي الاقتصادي وفيق صالح.